ملف جرح المقاومة. جرح مفتوح يضع أكثر من علامة استفهام. جرح ينتظر لحظة وفاء. جرح يعكس فراغا في الضمير السياسي للشرعية والمكونات السياسية المساندة لها. نداءات الجرح كفيلة بأن تجفف البحر. دمعة واحدة على سرير المعاناة كفيلة بتفتيت جبل شامخ كصبر. غير أن الضمائر المعطوبة لا تهتز لدمعة أو نداء ولا تلتفت لمعاناة جريح جبر عظم ساق فتتته رصاص ميليشيا الانقلاب باستثناء الإسناد الشعبي والقضية الوطنية الواضحة التي يقاومون في سبيلها كان الجحود والنكران هو المقابل الوحيد لأولئك الذين وهبوا لحظات عمرهم من أجل الدفاع عن مصير بلد تقاسمه الخذلان الغريب في الامر كما يقول متابعون ان الحكومه الحاليه تسير على ذات خطى السابقه التي فشلت فشلا ذريعا في ملف الجرحى، وتتخذ مبررات لا يقبلها الشعب فيما يبدو، من بينها لا توجد ميزانيه. رئيس الوزراء الان في الرياض فهل تحمل هذه الزياره جديدا في ملفات اليمن العالقه؟ تحديدا ملف الجرحى. نبدا نقاش مشاهدينا في حلقتنا اليوم من المساء اليمني لكن بعد متابعه هذا التقرير. من الجبهات او المنازل التي تسقط عليها قذائف الموت المليشاويه يسابقون الزمان في محاوله لاسعاف الجرحى بجهود فرديه وامكانيات شحيحه يواجهون بها جراحهم بمعزل عن الشرعيه او التحالف قضيه الجرحى اعقد القضايا واشدها واقعا في ضمير المواطن والمقاومه على حد سواء لكنها قضيه تفقد جدواها في اروقه الشرعيه واهتماماتها فعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي اطلقتها الحكومتان المتعاقبتان في فترة الحرب، لا يزال آلاف الجرحى يعانون الإهمال وتقاعس الشرعية والتحالف عن واجبهما تجاه الخطوط الأولى في مواجهة الانقلاب وضحايا الميليشيا من المدنيين ورغم الوعود الكثيره بإيلاء ملف الجرح الاهتمام البالغ والمستحق تحضر بالمقابل مبررات الاخفاق التي تقف على راسها عدم وجود ميزانيه لعلاج الجرحى فيما تتحثر جراحهم ويصاب بعضهم باعاقات دائمه واخرون يقضون نحبهم متاثرين بجراحهم نتيجة الإهمال والتجاهل وآخرون يلجأون لفاعلي الخير في البحث عن من يمنحهم ثمن العلاج والحياة تغيب أصوات النداء وصرخاتهم الموجوعة وهم يواجهون أقدارهم بحيل قليلة ولا شيء غير الوعود بمتابعة ملفهم جرحى مقهورون تحملوا عبء المقاومة والدفاع عن وطن جريح تزهر جراحه نصرا وتتلاشى اجسادهم التي اثخنتها الحرب بالجراح وارواحهم التي ادمتها الحكومه الشرعيه بالخذلان. لا يحلم الثوار باكثر من استعاده وطنهم، كما لا يحلم الجرحى باكثر من وطن حر وجراح متعافيه. بدايه مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ شوقي القاضي البرلماني والباحث في القانون الدولي الانساني، مساء الخير استاذ شوقي. مساء اهلا بكم. أستاذ شوقي لا تزال قضية جرحى تعز في إطار تداول سياسي وكذلك إعلامي يبدو أن ليس هناك خطوات عملية على الأرض لحل هذا هذا الملف ما هي الأسباب التي حولت هذا الملف إلى جرح مفتوح بداية بسم الله وشكرا جزيلا لهذه الفرصة التي نجدها فريضة وواجبا لأن نتحدث في هذا الملف وفي هذا الجرح العميق وهي موضوع الجرحى بداية أريد أن أنبه إلى موضوع مهم وهو أننا للأسف عقليتنا دائما عقلية تخلط الأوراق لأنها لا تبحث عن العلاج ولا تبحث عن الحلول في هذه الجزئية على سبيل المثال ينبغي أن نعرف أن لدينا ثلاث جبهات الجبهة الأولى هي جبهة سياسية والجبهة الثانية هي جبهة عسكرية والجبهة الثالثة هي جبهة إنسانية لا تعارض في أن تستمر الثلاث الجبهات مشتعلة ولا تعارض في أن تحل كل الجبهات ولا تعارض في أن كل يمضي في طريقه الإخوة في العمل السياسي نحن نتابعهم من مؤتمر جنيف إلى الكويت إلى 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 ويقضون الأيام وراء الأيام لا أحد لامهم ولا عاتبهم، بالعكس نحن نتمنى لهم ان يصلوا الى حلول. الجبهات العسكريه نتمنى ان تحسم هذه المعارك وان ينتصر الشعب اليمني وان تنتصر الدوله وان ينتصر الوضع الطبيعي لهذا البلد في ان يستتب الامن والاستقرار ويبدا الناس بتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويتخلصوا من هذا الانقلاب الذي للاسف نسف اليمن ونسف كل شيء. إذا ما الذي يضر أن يكون ملف الجبهة الإنسانية أيضا يسير دون أن يخلط بين المواقف؟ وهنا ما يسمى بمهمة القانون الدولي الإنساني أو القانون الوضع الإنساني القانون, الإنساني. القانون الدولي الإنساني هو ذاك القانون فقط مهم نعم من كوني أنا يعني بحث فيه. القانون الدولي الإنساني هو ذاك القانون الذي يبحث في أوضاع الجرحى والمصابين والأسرى وغيرهم دون أن يخلط في موضوع العمل السياسي والعمل العسكري لماذا؟ لأنه سيعاق يعني ضروري لمن يريد أن يعمل عملا إنسانيا أن يحدد موقف من الذي بدأ في الحرب ولماذا يدين هذه جزئية مهمة الأمر الآخر يا أخي دعني أذكر فقط وتقريركم كان يعني قارب نوعا ما لكن الحقائق أكثر من ذلك عندما نقارب الأرقام يا أستاذ وجيه عندما نقترب من الأرقام نجد بشاعة و, 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 و هذا الملف موضوع الجرحى في اليمن وخاصة في تعز نعم. دعني نعم اليمن كلها بلدي وأنا أعتز بها لكن تعز صار فيها وضع خاص سنأتي إليه الأمر الأول كم عدد الجرحى في تعز؟ عدد الجرحى في تعز يزيدون على سبعة عشر ألف جريح من بينهم أربعة عشر ألف جريح يحتاجون إلى علاج وإلى تدخلات إذا عندي ما يقارب سبعة عشر ألف جريح إجمالا وعندي اربعة ألف جريح يحتاجون إلى علاج وعندي ما يقارب أكثر ما يقارب الألف يحتاجون إلى تدخل جراحي ومعالجات خارج الوطن بكفاءة عالية في الطب والإمكانات إلى غير ذلك عندي الآن بسبب, بسبب هذا الملف المغلق الذي لم يفتح عندي من, من, من تعفنت جراحاتهم وإصاباتهم وتحولت إلى إعاقة لدينا الآن أكثر من معاق أكثر من مئة معاق من بين هؤلاء الجرحى الذين كان بالإمكان أن يعالجوا لكن انظر لماذا لم يعالجوا؟ سنأتي لماذا؟ خليني دعني أولا دعني أولا أعطي السيدات والسادة المشاهدين الأرقام المخيفة في الموضوع إذا عندي وضع كارثي في موضوع الجرحى كأرقام وإحصاءات تعال الان الى اوضاعهم وما الذي انسحب بسبب عدم علاجهم، اولا تعفنت جراحاتهم، اقسم لك ان القيح والصديد صار يعني يسيل من البعض سناتي لماذا الاسباب لكن انظر كيف تعفنت وتحولت الى اعاقات. انتقل الان من الاصابات العضويه الى الاصابات النفسيه، عندما يرى هذا الجريح الذي يوما ما كان يباهي بجرحه كان يباهي بأن هذه اليد ضربت بسبب أني أحمي تعز أن هذه الرجل ضربت بسبب أني أحمي مدنيي تعز أهل تعز ما اعتدوا على أحد أهل تعز بقوا في مدينتهم نعم. جاءهم التتار من كل مكان اعتدوا عليهم قصفوهم إذا هذا الشاب الجريح الذي يعتز بجرحه عندما يرى أن جرحه يتعفن ولا أحد يلتفت له لماذا لم يتوقف هذا الخذلان الذي يتحول لعدم التفات الناس او يعني يظهر في عدم التفاته احد لهؤلاء الجرحى. نعم، تحول يعني فقط نقطة مهمة، تحول الآن إلى إحباطات نفسية وتمزق أسري، نعم. يعني هناك من الأسر ما استطاعت أن تبقى مع هذا الجريح الذي ما عاد يعمل شيء بل متعب، فلجأت أسرته أطفاله زوجته إلى الريف. امس واول امس فوجئنا بان هذه هذا الاحباط وهذا الياس من بعض الجرحى تحول الى محاوله انتحارات، الان انا على تواصل مع احد الجرحى الذي بدا جرح ثم قطع راتبه من قبل الجهات المعنيه للاسف يعني قطع راتبه ثم اصيب بكثير من الاحباط والياس رمى بنفسه في مكان شاهق والان هو في غرفه الانعاش اسال الله ان يعني يتولاه برحمته لكن انظر الى اين وصل الجريح هذا نعم اذا لماذا السؤال سؤال لماذا تفضل الجواب اولا الوضع الطبي والصحي في تعز منهار للاسباب الثانية اولا الحصار تعز تعاني من حصار ميليشيا الحوثي وقوات صالح اكثر من سنه وبالتالي هي محاصرة تماما ولولا ما حدث في الفترة الأخيرة من أنه فتح منفذ إلى منطقة التربة ومنها إلى محافظة عدن ولحج والمحافظات الجنوبية لكانت الكارثة ربما أكثر لكن هذا المنفذ لازال ضيقا جدا لا يستطيع أحد أن يوصل به إذا عندي وضع طبي منهار جدا في تعز بسبب الحصار لا. هجرة الأطباء الأطباء بعضهم ما استطاع أن يبقى إذا كان مرة قصف طبعا تقصف المستشفيات أحيانا قصف مستشفى الثوره وقصف مستشفى الروضه وقصف مستشفى الحدود. حتى لا يتداركنا الوقت. لا ما لا. هي ما هي يعني او قبل ذلك دعنا نذهب الى ينضم الينا الان المتحدث باسم الحكومه الاستاذ راجح بادي معنا عبر الهاتف مساء الخير استاذ راجح. مساء اهلا بك يا استاذ راجح اليوم رئيس الوزراء في الرياض هل ستتحرك اكثر الملفات العالقه التي تواجه الشرعيه اليمنيه وعلى اهمها ربما او اهمها هو ملف الجرحى هل ستتزحزح هذه الملفات مساء الخير سيد الكريم لا شك انه زياره دوله رئيس الوزراء الى العاصمه المملكه العربيه السعوديه الرياض هي زياره هامه خاصه في ظل هذا التوقيت هناك عدد من الملفات الشائكه التي تحتاج مزيد من من التدارس سواء مع القيادة السياسية مثلا بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أو مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وخاصة الملف السياسي والملف الخدمي والملف السياسي كما تعلم متعلق بمشاورات الكويت التي تجري الآن في الكويت وحتى هذه اللحظة للأسف الشديد أنه يعني مؤشرات فشل الـ 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 هذه المشاورات اكثر من فرص نجاحها. لا. اضافه الى الملفات الخدميه الحكومه الان متواجده في عدن أه تعاني كثير من الصعوبات نتيجه انعدام الامكانات وليس شحتها انما انعدام الامكانيات. وكما تعلم أه الوضع في عدن صعب للغايه، هناك الخدمات أه يعني شبه مدمره خاصه الكهرباء والمياه، اضافه الى ملف الجرحى سواء في تعز او في عدن او في مارب، ملف الجرحى ملف شائك وكبير ويحتاج مزيد من الدافع وهناك وعود من قبل كثير من الاشقاء وخاصه مركز الملك سلمان ببذل المزيد وتقديم الدعم للحكومه ومن اجل يعني التمكن من من اغلاق هذا الملف وتحقيق نجاحات فيه خاصة مع زيادة عدد الجرحى نتيجة الهمجية الحوثية التي التي زادت في الفترة الأخيرة خاصة في مدينة تعز. طيب اليوم كان هناك اجتماع كان جمع نائب رئيس الجمهورية برئيس الوزراء وابلغه بتوجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتشكيل تشكيل لجنة لحل مشكلة جرحى تعز. هل انتظرت الحكومه هذا التوجيه حتى تبحث الامر وحتى تتحرك اكثر في هذا الملف؟ القضيه ليست قضيه توجيهات، ملف الجرحى هو يعمل بالتعاون مع الاشخاص في المملكه العربيه السعوديه وخاصه مركز الملك سلمان. وحقيقه انه عدد الجرحى هو في تزايد مستمر كما قلت نتيجه الهمجيه والوحشيه الحوثيه تجاه مدينه تعز الحكومه لم تنتظر، الحكومه قامت خلال الفتره الماضيه ببذل ما يمكن ان تقوم به خاصه في هذا الملف نحن نعمل كحكومه كما تعلم بدون يعني امكانيات وبدون موازنات نحن الحكومه خاصه في الشعب ما بات يقبل بهذا العذر استاذ آه راجح هناك سنه اللحظة ونصف اللحظة من المعاناه يعني دعني اتكلم دعني يعني نحن لسنا في امام ملف مزايدات او ملف هذا ملف انساني قبل ان يكون ملف سياسي حكومه تعمل بدون امكانات هذه هي الحقيقه هذا الذي يجب ان ان يعلمها اليمنيين جميعا الحكومه تعمل بدون امكانيات بدون موازنه بدون اي شيء الحكومه لا يوجد لديها ايرادات ما الذي تستطيع الحكومه ان تعمل الحكومه في ملف الجرحى هي عباره عن وسيط مع الاشقاء في قوات التحالف الذي تكفلوا يعني مشكورين بتقديم عون لنا في هذا في هذا الملف هناك بعض الاشكاليات الان اللجنه ربما هذه الذي ستشكل ربما ستقنع يعني الاشقاء في 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 دول التحالف ببذل مزيد من من يعني ببذل مزيد من من العطاء من اجل اغلاق هذا الملف، نحن كحكومه هناك مستشفيات طيب، في الداخل هل هناك اشكاليات فيما يتعلق؟ في لا تقوم باستقبال الجرحى لكن استاذ هناك حالات خطيره تستدعي النقل الخارج وهذه يعني نحن نتكلم بشفافيه، الحكومه لا تمتلك امكانيات حقيقيه امكانيات لاغلاق هذا الملف، ملف الجرحى من الملفات المعقدة والشائكة، أعداد الجرحى كبيرة نحن نخوض حرب حرب حقيقية في كل الجبهات. طيب أستاذ راجح هناك من يتحدث على أن هناك إشكاليات في ملفات الجرحى لربما هي ما تسبب عرقلة هذا الأمر، هل هذا الأمر صحيح وما الذي تقوم به الحكومة بخصوص ذلك؟ مثل ماذا هذه يعني ماذا تقصد يعني؟ عندما يتحدث المسؤولون عن مركز الملك سلمان عن ضروره استيفاء ملفات الجرحى لكافه المعايير، هل هناك اشكاليات بخصوص هذه الملفات؟ انا حقيقه لا توجد لدي تفاصيل يعني دقيقه حول هذا الموضوع بامكانكم يعني استضافه وزير الصحه او نائب وزير الصحه هم المعنيين اساسا والذين لديهم هذه المعلومات الفنيه والدقيقه حول هذا حول هذا الملف <applause> يعني اذا كانت هناك اشكالات من من, من هذا النوع اعتقد انه هؤلاء هذين الشخصين هم المعنيين بدرجه رئيسيه وزير الصحه ونائب وزير الصحه هم الذي بيدهم ملف الجرحى وبامكانهم اعطائكم يعني معلومات دقيقه واحصائيات ما الذي قامت به الحكومه ما هي الاشكالات التي ادت الى تعثر هذا <applause> هذا الملف نعم <applause> <applause> إذا أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم الحكومة الأستاذ راجح بادي كنت معنا عبر الهاتف وأعود إلى الأستاذ شوقي القاضي، أستاذ شوقي لا مجال في هذا الوقت للمزايدات ولا مجال أو كما هو واضح كما يقول الأستاذ راجح بادي أنه ليست هناك إمكانيات لدى الحكومة الشرعية. ما الذي يمكن التعليق فيه حول هذا الخصوص؟ يا أخي الكريم في في موضوع جرحى تعز، أنا سأطرح ثلاث نماذج فقط لا غير أن تعرف أن إجابة الأستاذ راجح بادي أوكي فيما يعلمه وفي و وبالإمكانات إجمالا كانت هناك إمكانات محدودة كان بالإمكان استغلالها لكن السؤال لماذا لم تستغل في موضوع جرحة تعز أنزل مجموعة من جرحة تعز إلى عدن لماذا لم يسفروا وكان المطار يومها مفتوح وسفر جرحى آخرون وهذا شيء أن تشكر عليه الحكومة لأننا نرى كل جرحى اليمن بكل جبهاتها نراهم أبناءنا وإخواننا ونحن مسؤولون عنهم لكن لم أعيد جرحى تعز بل لماذا أنزل جرحى تعز من على الطائرة هذا رقم واحد اثنين تسلل أحد الجرحى وأنا على تواصل معهم تسلل أحد الجرحى إلى مأرب من أجل أن يدخل من ضمن جرحى يسفر بهم إلى المملكة العربية السعودية الوحيد الذي اعيد من منفذ مأرب من المنفذ هو جريح تعز، لما لما كل هذا بالضبط؟ يعني نحن نريد تفسير من ناطق الحكومه طبعا هذه المعلومات المأرب. التي تريدها لديك ما يؤكدها نعم، بطبيعه الحال واشخاصها موجودون واتمنى ان يفتح م. ملف. وزير الصحه وانا هنا اطالب الحكومه اذا كانوا جادين، لا نريد لجان، القاعده تقول اذا اردت ان تقتل لأ يعني قضيه فلجنها، شكل لها لجنه. رئيس الجمهوريه اليوم متهم في موضوع جرحى تعز نائب رئيس الجمهوريه متهم في موضوع تعز جرحى تعز، وزير الصحه المتهم الاكبر في موضوع جرحى تعز، اللجنه المعنيه بذلك متهمه في موضوع جرحى تعز، لماذا؟ لانهم طلبوا اكثر من مره يطلبون من اللجان الطبيه في مدينه تعز ان توافيهم بالتقارير لهؤلاء الجرحى ودرجه اصاباتهم فترفع لهم الملفات كامله ثم يموت الامر تماما ولا كأنه حصل شيء. ولهذا انا هنا اطالب الحكومه اذا كانت لديها شيء من يعني الضمير في موضوع جرحى تعز ان يفتح ملف تحقيق مع وزير الصحه الذي زار الاردن ثم كان ما كان وقد نشرت بعض قنوات الفضائيه قضيه وزير الصحه وتواجده هناك وكيف انه للاسف تعامل بتعامل مناطقي. يا اخي الكريم الاسباب السبب الاول التعامل المناطقي من البعض. السبب الثاني الفساد. مركز سلمان مركز الملك سلمان ومراكز الاغاثه والدعم يتهمون كثير من هؤلاء المسؤولين بانهم عباره عن لصوص وانهم عباره عن مفسدين وبالتالي للاسف ما تصل تبرعاتهم ولا تصل طبعا ليس ليس مبرر لهذه هل كان المراكز هذه التصريحات في وسائل الاعلام بصوره أم لا أم يعني, يعني بطريقتنا الخاصه وانا اتحداهم ينكروا لكن ليس مبرر لا المركز الملك سلمان ولا لغيره ليس مبرر اذا كان هذا فاسد يا اخي نحيه اطلب يعني تعامل مباشرة مع الجرحى نعم. إذا يا أخي الكريم الآن اللجنة التي بشرنا بها أنا أنظر الآن إلى تاريخ اليوم 19 يوليو 2016 تابع أنت يا وجيه ويتابع الإخوة والأخوات المشاهدون متى سيتحرك أول أمر أو متى سيسعف أول جريح من تعز يعني هذا كله استهلاك في القصة فيما يبرر استاذ ما الذي يعني يمكن حمله لتبرير هذه الاجراءات التي تتم او هذا التقصير الذي يتم؟ هذا ليس تقصير عفوا، هذا مؤامره. انا لا اسميه تقصير، عفوا. هذا كلام حنين عندما عندما يقصر الشخص في في امور ذوقيه في امور طوعيه، اما من يق يعني ينتحر جريح بسببه فهو جزء من المؤامره وهو جزء من المجرم الذي لا يقل جريمه عن من قتله ذاك الذي قصفه مجرم وذاك الذي تواطأ وتركه ينزف حتى يموت مجرم وانت تعرف هذا من مبادئ القانون الجنائي اذا انا لا اسميه تقصير التقصير في الامور الذوقيه والله قصرت باستضافتك قصرت في اني ما عزمتك عزومه حلوه لكن شباب الان يلجا بعضهم الى الانتحار الجرحى في تعز، الجرحى في تعز بعضهم صار يسكن في حوانيت صغيره ليس فيها ابسط مقومات الحياه التي سيتشافى بسببها حتى مم. من الهواء. اذا في ظل هذا الوضع ياتي يعني تاتي وتقول لي تقصير، ليس تقصير مطلقا. طيب ما هي اسباب ما تسميه انت أه انا اسميه مؤامره. مؤامره. نعم ما هي اسباب؟ السبب الاول واحد مسؤولية لدى هؤلاء الناس القائمين. ليست لديهم مسؤوليه، ليس لديهم مشروع، ليست لديهم رؤيه. بعضهم للاسف 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 يعني يعني وقف في موقع لا يستحق ولا يستاهل، هكذا جاءت ضربه حظوظ. اذا اولا لا مسؤوليه، السبب الثاني الفساد. وملف الفساد يعني سبب الفساد سبب رئيسي في موضوع الجرحى وموضوع الدعم الذي يصل او لا يصل الى اليمن. السبب الثالث المناطقيه التي للاسف آه السبب الرابع الذل. هناك ذل ايضا من من للاسف من حكومتنا ومن القيادات السياسيه في التواصل مع التحالف، ما آه. الذي يضر ان يعتصم القيادات العمل السياسي في الرياض اعتصام سلمي وذواق حتى ان شاء الله في يشربوا قهوه هكذا ويوصلوا رساله لاحد قيادات التحالف باننا سنبقى هنا لمده ساعه او ساعتين آه. نشرب قهوه من اجل جرحى تعز. هناك ذل، هناك هوان، هناك يعني شيء لا يصدق مطلقا. أنا أتحدث هنا في ما الذي يمكن أن يعمل. في هناك أمر آخر أيضا على المستوى الدولي وهو أن المنظمات الدولية المانحة في المجال الصحي التي لا. تعمل في مجال الإغاثة الصحية كانت بدأت تشتغل لا بأس به، لكن للأسف للأسف المنظمات الدولية أيضا التي تتبع أجندات بعض الدول للأسف تنسحب إما طبيعيا بسبب تجفيف إيراداتها من قبل الدولة التي لها مآرب في أن يبقى وضع اليمن يعني في في مثل هذا الوضع السيء أو أنها أنهم يخافون على أنفسهم وأنت تعرف أن بعض موظفي المنظمات الدولية بسبب أوضاع الحرب التأمين الصح التأمين الحياة مرتفع والى آخره فهي وبعضهم يخاف على حياته وعمره وبصراحة إذا كنا نلومهم فلومنا أكبر لمسؤولي البلد الذين هم مسؤولون يعني هم معنيون بشأن نعم. اليمن في نهاية المطاف اجتمع على تعز أيضا أمران الأمر الأول طبعاً. أن تعز ينبغي في موضوع الصحة أنا أتحدث في الجانب الإنساني انظر إلى تناقض غريب ومضحك مرتبات القادة ومرتبات النواب ومرتبات الوزراء ومرتبات تصرف من صنعاء ما في مشكلة صح؟ حلو لماذا؟ قالوا والله تعاملوا بواقعية فتصل الإيرادات إلى صنعاء إيرادات كل الإيرادات تصل إلى صنعاء وصنعاء مدينة مختطفة مع الإنقلابيين مع الحوثيين مع عبد الله صالح أوكي جميل وتسلم لهم الإيرادات الاتفاق الآخر أن هذه الإيرادات تتحول إلى مرتبات و لما لا تتحول إلى موازنات للبنية التحتية الصحية لمستشفيات تعز ويوم أن طالبت أنا قبل يومين يعني أو طالبت أنا أتحدث الآن مع سلطة أمر واقع أحبها لا أحبها هذا أمر آخر ولا أحد يزايد علي في مواجهة الانقلابات عن إذنك ورفضه لكن أنا تعاملت بواقعية بمعنى أنكم مثل ما تصرفوا مرتبات كل العاملين من الدولة لما لا, لما لا تعالجوا هؤلاء الجرحى كجزء من مسؤولياتكم يأتي يعني للأسف أناس عاطفيون طيب وناس أنت الآن يعني تتحدث عن فصل ما بين جبهات سياسية عسكرية إنسانية أنه لا مانع أن تذهب هذه الجبهات كل في طريقها لكن في ذات الوقت وفي ظل يعني بناء على القانون الإنساني الدولي ولكن في ذات الوقت القانون الإنساني الدولي الذي لا تحترمه ربما الكثير من الدول والمنظمات المجتمع المدني العالمية أو الدولية، في ظل هذا القانون يجب الذهاب إلى من قامت الشرعية الحكومة الشرعية بطلب من التحالف العربي بالتدخل وقامت المقاومة الشعبية بالخروج والهبّة مع الحكومة الشرعية لنصرتها في مواجهة هذا الانقلاب ثم نطلب من الانقلاب أو من من قاموا بهذا الانقلاب بمعالجة الجرحى أنا لا أطالب من الذي قام بالانقلاب أنا أطالب السلطة الواقعية بدليل أنه لماذا يطالبهم بدفع المرتبات لماذا الوزراء والنواب والمسؤولون والضباط والقادة العسكريون وكل موظفي الدولة أغلبهم طبعا إلا الذين وقفوا لماذا, يس... لماذا يطالبون سلطة الأمر الواقع بالمرتبات يعني جينا على الجريح يا أستاذ وجيه للأسف الجريح لا بواكيله الجريح هذا لا بواكي له وبالتالي استغربنا أننا نطالب سلطة الأمر الواقع أنتم تطالبون سلطة الأمر الواقع بدفع المرتبات ودفع الاستحقاقات لكل المحافظات وهي تقوم بجزء من هذا الدور وهذا أمر معروف لما عندما نريدها أن تعالج الجرح كسلطة أمر واقع أنا ما طلبت من, من طيب. أنا طلبت من من على ذلك أنا طلبت طبعا. من من يستلم إيرادات الدولة طيب الآن هناك سلطة انقلابية موجودة إذا ذهبوا هؤلاء الجرحى الذين كثير منهم مقاومون وقاموا بمواجهة هذه السلطة الانقلابية إلى مركز هذه السلطة الانقلابية ألا يمكن الخوف على حياتهم؟ ألا يمكن اعتبار أن حياتهم في خطر وأنهم يعني جميل س يعني يهددون ورمزية الخروج جميل. الذي خرجوا له قد كسرت من أساسه ممتاز ما الحل؟ مع أنه أنت اللي تسأله أنا الذي أجيب لكن دعني أسألك ما الحل أتركهم يموتون ينتحرون أترك جراحاتهم تتعفن أترك إصاباتهم تسوء إلى درجة الإعاقة أنا بين نذهب بهم إلى المعتقلات أنا بيني ثلاث خيارة بين ثلاث خيارات بين ثلاث خيارات الخيار الأول وهو الطبيعي مئة في المئة بأن يعالجوا في تعز وهذا محال لأن البنية التحتية الطبية في تعز منهارة الحل الثاني ان تبادر ما يعني حكومه حكومتنا وحكومه الشرعيه ان تبادر بفتح هذا الملف حقيقه لا مزايدات ولا تشكيل لجان ولا تصريح اعلامي ولا اريد مهمه الفيسبوك والكذا لنا نحن الذين لا نمتلك سلطه تنفيذيه. طيب اما يعني من يمتلك سلطه تنفيذيه فعليه ان يصدر يعني قرار ويتابع تنفيذه. لربما من عاتبوك على هذا المنشور يقولون ان المنطق يقول ان في الاخير لا يمكن لسلطه انقلابيه دعست على جراح اليمنيين ان تقوم بمعالجتهم يعني في في نهايه المطاف اي مبادره قد يقومون بها هي في الاخير للايقاع بهم وللاستفاده من ذلك سياسيا، أليس جميل انا رميت الكره. والكرة في ملعبهم أنا رميت الكرة إجمالا بداية أنا رميت الكرة يريد أن يتلقفها الرئيس هادي ونائب الرئيس محسن وحكومة بن دغر واللجنة لجنة الإغاثة ومركز الملك سلمان ودول التحالف والله ستكون ضربة معلم لكن للأسف إذا كانوا بلداء إلى هذا الحد أو كانوا متآمرين إذا كانوا بلداء ما فهموا أو إذا كانوا متآمرين ما الذي يضر أن يلعبها الطرف الثاني يعني لعبة ذكية ويستفيد منها وأنا على ثقة ليس هناك إنسان شر محض ولا خير محض أنا على ثقة بأن هذا الملف إذا بقي مقصرا فيه التحالف والشرعية أنا على ثقة بأن أطراف أخرى ربما تتبنى هذا الملف بكثير من الإنسانية وستفاجأ وقد بدأ بدأ بالتواصل ولهذا أنا أقول هنا ما لم تعود الحكومه الى رشدها بالتواصل مع دول التحالف وبالتحديد مركز الملك سلمان وبالتحديد المملكه العربيه السعوديه ما لم ما لم يسرعوا بالتنفيذ ما اريد لجان سيكون كذب لكن هذا في فإن, آخر فإن في هذه القضيه سي سي تحديدا في هذه, هذه القضيه نور. تحديدا لربما في تعامل مع التحالف العربي والحكومه الشرعيه قد يفهم على انه نوع من المواجهه معها او نوع من يعني مقارنة الشيء بشيء أسوأ من في نهاية المطاف والله الجريح يا أخي الحبيب أستاذ وجيه نسأل الله أن لا يصيبنا ولا السادة والسيدات المشاهدين الجريح ممكن في الأخير الغريق يستنجد بالشيطان الغريق يستنجد بقشة ومن هو في وضع جريح إصابته تسوء إلى درجة الإعاقة والشلل هل تعرف أن هناك بعض الم... الجرحى الذي كانت جراحتهم بسيطة اليوم, ب... اليوم مصابون بالشلل إذا ما الذي يعمله هذا الجريح إذا هنا المزايدة السياسية وهنا اللعب السياسي هنا اللعب السياسي هنا الحقارة السياسية أنا أقول لك عندي جرحى ما يقارب سبعة عشر ألف جريح عندي ما يقارب أربعة عشر ألف جريح يحتاجون إلى علاج سواء نعم. داخلي خارجي عندي ما يقارب خمسمائة جريح يحتاجون إلى تسفير عاجل ثم تقول لي لا أنا لو, لو قلتها جيء بهم أنا أعالجهم هنا سيكون الإنسانية لكن إذا بدأت تتلكأ وبدأت وبدأت دول التحالف الآن التي تسمي نفسها دول التحالف لما, لما لما لا توزع بينها يعني هؤلاء الجرحى ما الذي سيضر أنا هنا أطالب واتمنى ان تتلقفها بعض الدول نعم. بالتحديد المملكه العربيه السعوديه بالتحديد قطر نعم. بالتحديد بقيه الدول حتى دوله الامارات العربيه المتحده نعم قامت ببعض بعض المستشفيات جميله الطلاء لكن انا اتمنى الان ان تفعل مستشفيات عدن وينقل الجرحى الى عدن ما في مشكله طيب دعنا استاذ شوقي نكمل في ملف جرحى المقاومه ومعاناتهم لكن قبل ذلك نذهب والساده المشاهدين الى فاصل قصير بعده مشاهدينا نستكمل النقاش اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الخاصه بتداعيات ملف الجرحى المستمر والمفتوحه، جراح الجرحى المفتوحه منذ ان بدات هذه المسيره الانقلابيه في التحرك. استاذ شوقي اذا ما تحدثنا اكثر انه في نهايه المطاف هناك حاجه مجتمعيه ايضا لتحمل المسؤوليه خصوصا في ظل وجود حرب يعني تدخل بها البلاد. هل نوقشت نوع من الحلول البديلة المقترحة أو الحلول خارج نطاق الصندوق إن صح التعبير في هذا الخصوص في موضوع الجرحى جرحى تعزلة لم يناقش حتى في الصندوق ما نوقش يعني مو خارج الصندوق فقط حتى في الصندوق ما نوقش يعني على سبيل المثال ألا تستطيع الشرعية ودول التحالف أن تقيم مستشفيات نموذجية في عدن؟ نحن نتحدث الان مجتمعيا اكثر استاذ شوقي. اوكي اوكي بس انا لا يا اخي عن يعني اذنك. اخي الحبيب لا تطالب المجتمع الذي محاصر هو نفسه، بالاخير الجريح في تعز والمجتمع الذي في تعز هو نفسه يعاني اكثر من الجريح. آه بعض الشباب اطلقوا بنوايا حسنه احدهم على اليوتيوب آه يستنكر دعوه شوقي القاضي ثم يقول لماذا نحن لا نتبرع من 100 دولار ب 200 دولار؟ قال انا مثلا عايش في بريطانيا عجبتني العباره هذه تعالوا لعندي بيجيب نروح لعنده نقطع تذكره عشان يجيب لنا ال دولار نجمع تبرعات هذا كله كلام عاطفي هذا كله كلام للتهرب من المسؤوليه انا عندي جهات التاليه عندي دول التحالف وحكومه الشرعيه عندي المنظمات الدوليه المانحه كون لليمن استحقاقات رسميه عليها وعندي سلطه الامر الواقع التي يتحكم بها علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي انا في موضوع الجرحى دعوني اناقش الموضوع انسانيا بعيدا عن تداخل الملفات الاخرى العسكريه والسياسي اذا انا اخاطب الثلاث اذا رأ... اذا رفضت هذه و, و... وتر... و... يعني للأسف وتامرت واذا انسحبت هذه وخرجت خارج البلاد نعم. لن يبقى معي الا سلطه الامر الواقع وانا أنوي. التي يعني دعنا نركز خارج سلطه الامر الواقع لاننا تحدثنا عنها بما يكفي قبل هذا الفاصل اقصد كنا في الحديث عن التفكير حول الأسب أو يعني الطرق الممكنة ل أو التفكير خارج الصندوق الذي قبل من؟ أنه من قبل آآ آآ يعني رجالات المدينة بداخل تعز رجالات الدولة بداخل تعز وهل رجالات من قبل, من قبل أيضا إذا من قبل كان ناطق الحكومة يا أستاذ وجيه إذا كان ناطق الحكومة قالها بحرقة أنا أنا شعرت بحرقة الأستاذ راجح بادي عندما قال الحكومة بلا إمكانات إذا كانت الحكومة بلا إمكانات فمن باب اولى محافظه تعز ما امكاناتها؟ يعني الاخ علي المعمري محافظ المحافظه ما امكاناته يعني ما الذي يمكن؟ مستشفيات بلا امكانات، ادارات بلا امكانات، مؤسسات بلا امكانات، نطالب هؤلاء؟ يعني نترك الـ الـ يعني نترك المسؤول الاول للاسف يعني للحيطه المائله؟ يعني نتحول الى الانسان الذي ما له علاقه؟ هذا كله كلام ليس صحيحا. اصابع الاتهام توجه لدول التحالف. في موضوع قرحة تعز قرحة تعز يموتون جرحى تعز يموتون يا أخي ليس فقط ينتحرون فقط بعضهم يموت ينتهي يموت أطفال يموتون وكان إصابتهم بسيطة طيب إذا أنا طيب عندي المسؤول طيب. الأول دول التحالف والحكومة هذا رقم واحد فإذا قصرت فعلى جرحى تعز ومؤسسة تعز أن تتحول إلى سلطة الأمر الواقع لتطالبها بعلاج وهذا أمر مشروع طيب برلمانيو تعز كيف فكروا أو ما الذي قدموا في هذا الملف انا برلماني عن تعز انا ممثل محافظه تعز الدائره الثلاثين هذه هذا تفكيري غيري لا ادري بماذا فكر غيري يعني ربما بعضهم فكر وبعضهم ما فكر ما للاسف للاسف ما هناك تواصل مهني نوعي في القضايا. طيب بما انه ليس لديك معلومات عن الاخرين، انت نعم. هل تواصلت مع الحكومه الشرعيه؟ قدمت، تابعت اكثر الملفات؟ السجد يعني استجديت معرفه اسباب عدم تحركهم في هذه قبل الملفات؟ تقريبا ستة اشهر، قبل ستة اشهر بدات التحرك في موضوع جرحى تعس، وتواصلت مع بعض المعنيين ودلوني على احدى الاخوات في 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 اللجنه المعنيه في الرياض، تواصلت معهم فوجدت الموضوع كله وعود، عباره عن وعود. وكنا نصدق كنا نصدق وعندما كنت في الاردن تابعت جزء من زياره وزير الصحه لجرحى اليمن نعم. عموما في الاردن وكان موقفه مخزيا في موضوع جرحى تعز الذين تسللوا بطرق شخصيه او او محدوده اذا ما الذي تريده يا استاذ؟ وانت طيب. الان سمعت وعود هل استطاع الاخراج احبادي ناطق الحكومه مع كل الاحترام والتقدير؟ لكنه ناطق الحكومه هو قال في نهايه المطاف انه ليست هناك امكانيات بكل يعني هل في, في ظل وجود وحد... في ظل وجود عدم امكانيات ليس بطبيعة سي... الحال ان يقدم مهودا هل رسيت معه هل رسيت معه على بر انت نفسك السادة انا لست مطالبا الساده المشاهدين هم المطالبون اخو أقول انت بالاخير كجزء نعم اوكي يعني لم نرسي انا انا بالنسبه لي ما ما سمعت شيء من كلامه ما استفدت شيء لانه لا يستطيع ان يحدد شيء وهو معذور هو بالاخير ناطق رسمي ما, ما له علاقه اذا كان بندغر نفسه رئيس الحكومه يشكو من انعدام اذا كانت دول التحالف تفشل في صناعه مدينه تعد مدينه عدن عفوا يعني انظر الى عمق الماساه وعمق المؤامره كان ينبغي بعد ان حررت عدن ان يصنع منها مدينه جاهزه لاستقبال اليمنيين والاشعاع اشعاع السلام والانتصار الناس خذلوا بعد أن للاسف خذلوا من وضع من وضع مدينه عدن عدن تلك عدن عدن تستطيع ان تستوعب اليمنيين كلهم بلا استثناء وقد استوعبت اليمنيين وغير اليمنيين اليوم تضيق حتى باهلها بسبب هذا العبث الامني واللعب الامني الذي تلعبه بعض قوى ربما مدعومه من هنا او هناك او من مؤامره تقصر لا مدينه عدن ليست مدينه جبليه ولا مدينه غابات يعني وحدات من الامن والشرطه وانا متاكد ان ابناء عدن انفسهم سينخرطوا في استذ... يعني ترسيخ الامن، لكن للاسف هناك بؤر من المسؤول عن هذه البؤر؟ طيب دعنا استاذ شوقي نستطلع اكثر الاوضاع هناك في تعز، تنضم الينا الناشطه الحقوقيه الاستاذه ريهام البدر، مساء الخير استاذه ريهام. اهلا مساء النور. انت استاذه ريهام كمتابعه لهذا الملف وكونك في الميدان اكثر، انقل لنا اكثر ما هي مظاهر الاهمال التي تعرض لها الجرحى تعرض لها الناس هناك في تعز هناك مظاهر كثيرة هناك جرحى منذ اندلاع الحرب محتاجين إلى السفر خارج المدينة ما زالوا موجودين لم يتم إخراجهم لتلقي العلاج المناسب هناك ايضا العدد عدد اخر كان كانوا موجودين في محافظه عدن والان نقلوا مره اخرى الى محافظه تاج دون تلقيهم للعلاج او استكمالهم لمراحل العلاج. هناك بعض الجرحى التي جراحهم خطيره بدات بالتعفن نتيجه لقله الامكانيات في المستشفيات. يعني الفترة أصبحت طويلة جدا على هؤلاء الجرحى الذين لم يتلقون العناية المناسبة ملف الجرحى ملف شائك منذ بداية الحرب نتابعه باهتمام لكن لا حياة لمن تناديه نحن تحدثنا نعم علام أيضا مع نعم. الحكومة الشرعية أن تلتفت إلى هذا الملف الذي ما زال شائك حتى الآن المحافظة الوحيدة التي لم يتم الاهتمام بجرحاها حتى اليوم هي محافظة تايز طيب فيما يتعلق باعاده تشغيل مستشفى الروضه وكذلك المبادرات المجتمعيه الموجوده هناك هل اثرت او هل حركت قليلا من المياه الراكده في هذا الملف؟ مستشفى الروضه بالاضافه الى مستشفى الثوره بالاضافه الى الكثير من المبادرات التي تعمل للتخفيف من معاناه الجرحى لا نستطيع ان نقول انها ستستطيع ان تغطي الكم الهائل من الجرحى والشهداء التي ما زالت تعز تخسر كل يوم يعني هم ليسوا بحدود نحن تعز تشهد قصف مستمر وارتفاع بعدد الضحايا ارتفاع ايضا بعدد الجرحى هم مستشفيين اثنين الذين ما يعملوا الطاقه الاستيعابيه لهم ليست بكبيره هناك من الجرحى حالتهم خطيره يحتاجون للسفر والعنايه المركزه غير متواجده في محافظه تعز <applause> لا نستطيع القول ان مستشفى الروضه او حتى مستشفى الثوره يستطيعون القيام بالعمل ككل لان الحرب في تعز ما زالت دائره وما زالت الاحياء السكنيه تقصف وما زالت كل يوم الاعداد ترتفع بالنسبه لضحايا ابناء محافظه تعز طيب في ظل هذا الوضع وبعجاله اذا سمحتي ما هي يعني اذا ما تطرقنا الى الجرحى انفسهم ما هي الروح المعنوية إن صح لنا التعبير التي ما زالت بهم الآن هل يثقون بأنه سيكون هناك حل لقضيتهم عاجلا بعد مرور سنة ونصف من النداء المستمر بملف الجرحى الحالة النفسية لهؤلاء الجرحى أصبحت تتدنى يوما بعد اليوم بالأمس أو قبلها تلقينا خبر محاولة احد الجرحى بالانتحار وهو يرقد الان في مستشفى الثورة، الكثير من الجرحى يعانون نفسيا هم يحسون ان او لديهم شعور بان هم كانوا ضحايا لهذه الحرب، وايضا هذه الحكومة الشرعية لم تلتفت اليهم، لم تقدم لهم اي مساعدات فيما يخص علاجهم خلال الفترة السابقة. سنه ونصف ليست بالفتره البسيطه آه المعنويات نعم. بالنسبه للجرحى وخصوصا المدنيين منهم آه سيئه جدا والاعداد دائما ما ترتفع النساء ايضا اعدادهم ترتفع الاطفال ايضا الكبار في السن آه حاله من الاحباط آه ملاحظه على كل أب... الجرحى الموجودين في محافظه تعز إذا الأستاذة ريهام البدر الناشطة الحقوقية كنت معنا عبر الهاتف من تعز شكرا جزيلا لك أعود إلى الأستاذ شوقي القاضي أستاذ شوقي ما هو الممكن والمتاح الآن بخصوص هذا الملف وفق يعني خطوات يعني ليست نظرية بل عملية على الأرض جميل أول متاح أن تتوفر معدات طبية وعلاجات و و و إلى تعز عن طريق عدن ما في مشكلة مثلما تصل احيانا الى بعض المحافظات يستطيعون ان يوصلوها خاصه ان هناك صار منفذ من تعز الى تربه ومن تربه الى عدن اذا واحد لما لا تتوفر هذه لما لا تاتي بعض الطائرات المروحيه وتضع بعض المعدات في مناطق في تعز امنه وتنقل الى غير ذلك اذا اولا الممكن جدا جدا ان ترد يعني ان ترفد مستشفيات تعز بامكانات اثنين ان ترفد تعز بامكانات مادية لتشغيل كموازنات تشغيلية للأطباء وغيره، كثير من الأطباء رحلوا على المدينة يبحثون عن لقمة، أعرف أطباء تركوا تعز وهم من أبناء تعز ذهبوا إلى محافظات أخرى ليبحثوا عن لقمة العيش، إذا هذا الممكن الأول، الممكن الثاني مأرب مأرب يستطيعون أن يعني يوجدوا فيها مستشفيات نموذجية، لا نريد لا نريد أحد أن يسافر أن يهان يمني خارج بلده. لما لا تجهز مأرب في المناطق الآمنة جدا التي لا يصلها يعني أثر حرب لما لا تجهد مستشفيات حديثة خاصة أننا في ظل عالم لديه من إمكانات ما يسمى بالمستشفيات المتحركة اليوم نعم. العالم صار أكبر من أن يبني بناء حجر إن كانت وأنا هنا أقول ولهذا لماذا ما عدت أصدق يعني سلطة الشرعية في موضوع هذه الوعود بالنسبة لقرحة تعز اسأل وزارة الصحة قبل ستة أشهر كان هنا وفود من وزارة الصحة يتفقون مع الأتراك ويتفقون مع الأردنيين ويتفقون من أجل مستشفيات متحركة لتعز وأين ذهب هذا الوعد؟ فالصوم الحذاب الخيار الثاني موضوع عدن يا أخي إلى متى ستبقى عدن بالضبط بهذا الوضع الأمني؟ طبعاً أنا أريد هنا أن ننبه. أن الجرحى الذين نقلوا من تعز إلى عدن ثم أعيدوا ليس بسبب عدن ولا بسبب مستشفيات عدن مستشفيات عدن تعاني أكثر مما تعاني منه محافظات أخرى مستشفيات عدن أحيانا لا يستطيعون أن يجدوا فيها حتى بعض المعدات والأشياء يعني مستشفيات عدن نفسها محدودة وكانوا صادقين مع الجرحى أين أين تريدونهم أين نضعهم يعني يموتون عندنا في المستشفيات إذا ليست المشكلة في في عدن المشكلة في التحالف الذي ما أمن عدن ولا صنع منها مدينة آمنة لكي ينطلق اليمنيون للبحث عن الشرعية وإعادة الدولة من محور ارتكاز عدن. الآن اليمنيون تائهون لا يدرون من أين ينطلقون. لابد من محور ارتكاز ينطلق اليمنيون منه لكي يستردوا دولتهم إليه. يعني للأسف. نحن خرجنا خارج من نطاق الحديث عن فقط عن ملف الجرحى هذا هي يعني نطاق بالاخير سعادة الشرعية جميل الحل, ثلاثين الحل, ثلاثين. الحل الذي يليه حل السعودية ولا زال ممكنا وحل قطر ولا زال ممكنا وحل دول الخليج ولا زال ممكنا كثير من الجهات يا اخي الدولية والله أبدأ لا اقول الدولة الاقليمية ابدت استعداد في ان تستقبل بعض الحالات لكن للاسف هذا الملف معاق من قبل وزارة الصحة واللجان المشكلة معاق بأناس ليسوا جديين وهو بكل تاكيد يعني الحديث عن وزاره الصحه يستدعي وجود ممثلين يا ريت. لوزاره يا ريت. الصحه وان كان في حلقات اخرى يمين. اشكرك جزيل الشكر الأستاذ طيب. شوقي القاضي كنت معنا في هذه الحلقه وانت البرلماني والبحث في القانون الانساني الدولي كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه واتمنى في ختام هذه الحلقه ان ينتهي هذا الملف باسرع وقت ممكن في ما هو يقبله جرحى تعز ويعني يعني ان يشفي ان يشفيهم الله لان جرحى تعز يموتون لان جرحى تعز يموتون اذا مشاهدينا الكرام الى